السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. باراجراف النهاردة عن موضوع What you and your family do on holidays، يعني ماذا تفعل أنت وعائلتك في الإجازات. نبدأ بالباراجراف بتاعنا. I love holidays، أحب الإجازات. And every year، وكل عام. I wait to finish school، أنتظر انتهاء المدرسة. To start my holiday، لبدء الإجازة الخاصة بي. بنقول هنا إيه في بداية الباراجراف؟ أنا أحب الإجازات الصيفية وكل عام أنتظر انتهاء المدرسة لبدء الإجازة. Love يعني يحب، كلنا عارفين معناها. Holidays يعني الإجازات الصيفية. Every year يعني كل عام أو كل سنة. Wait يعني ينتظر. Finish يعني ينتهي. School يعني المدرسة. Start يعني يبدأ. Holiday قلنا يعني الإجازة. My family عائلتي. Always travels دائما تسافر. To Alexandria on holidays إلى الإسكندرية في الإجازات. بنقول هنا إيه؟ بنقول أن عائلتي تسافر دائما إلى الإسكندرية في الإجازات. My family يعني عائلتي. Always يعني دائما. Travels يعني تسافر. Alexandria كلنا عارفين يعني الإسكندرية. We live there، نعيش هناك. In a small and nice apartment، في شقة صغيرة ورائعة. بنقول هنا إيه؟ أننا نعيش هناك في شقة صغيرة ورائعة. Live يعني يعيش. وي هنا الضمير نحن بيعود علي أنا وعائلتي. ذير بتعود على ألكسندريا اللي هي الإسكندرية. يبقى وي بتعود علي أنا وعائلتي. ذير بتعود على الإسكندرية. سمول يعني صغير. نايس يعني رائع. أبارتمنت يعني شقة. وصفنا الشقة إن هي صغيرة ورائعة. The apartment الشقة was near the sea بقرب البحر. It was really nice، كانت حقا رائعة. بنوصف هنا الشقة وبنقول إن هي قريبة من البحر، كانت رائعة. قلنا apartment يعني شقة. near يعني بقرب. see البحر. nice قلنا يعني رائع. during these holidays خلال تلك الإجازات. I met a lot of people، قابلت العديد من الناس. بنقول هنا خلال تلك الإجازات قابلت العديد من الناس. during بمعنى خلال. holidays الإجازات. met هي الفعل الماضي من كلمة meet يقابل. met يعني قابلة. a lot of يعني الكثير أو العديد. people الناس. in fact في الحقيقة. I spent most of the time، قضيت معظم الوقت. with them معهم. بقول هنا أنه في الحقيقة قضيت معظم الوقت مع هؤلاء الناس. fact يعني الحقيقة. spent يعني قضى. most يعني معظم. time يعني الوقت. them يعني هم بتعود هنا على people. كلمة them بتعود على people عشان ما نكررش الكلام بنستخدم الضمير. They have become my friends، أصبحوا أصدقائي. الجملة على بعضها بمعنى أصبحوا أصدقائي اللي هم الناس. They هنا برضو بتعود على people الناس اللي أنا قابلتها. Become يعني أصبحوا. my friends أصدقائي. The last month آخر شهر. of the holiday في الإجازة. We come back home نعود للمنزل. بنقول هنا إيه؟ بنقول أنه في آخر شهر في الإجازة الصيفية نعود للمنزل. last يعني آخر. month يعني شهر. holiday يعني إجازة. come back يعني يعود. home المنزل. we هنا الضمير نحن بتعود علي أنا وعائلتي. me and my family. we spend this month at home، نحن نقضي هذا الشهر في المنزل. نتكلم هنا على آخر شهر في الإجازة الصيفية وبنقضيه في المنزل. spend يعني يقضي.
This month بيعود على الشهر اللي احنا ذكرناه فوق هنا last month. Home يعني المنزل. I join online classes. أنا أدخل في صفوف دراسية على الإنترنت. To learn English. لتعلم اللغة الإنجليزية. يبقى من ضمن النشاطات اللي أنا بعملها في المنزل في الإجازة الصيفية هي أن أنا بشترك في الصفوف الدراسية لتعلم اللغة الإنجليزية. Join يعني يشترك أو يدخل. Online classes يعني الصفوف الدراسية على الإنترنت. Learn يعني يتعلم. English اللغة الإنجليزية. During the afternoons خلال الظهيرة. I help my mom. أساعد والدتي. In the kitchen في المطبخ. يبقى من ضمن الإجازة بتاعتي إن أنا بساعد والدتي في المطبخ. During قلنا من شوية يعني خلال. Afternoons يعني الظهيرة. قلنا عليها afternoons يعني جمعنا الظهيرات بتاعت الإجازة كلها. Help يعني يساعد. Mom يعني أمي. Kitchen المطبخ. This was the best time. هذا أفضل وقت. Where I felt. عندما شعرت more close to my family. بالقرب أكثر من عائلتي. يبقى بنقول هنا أن هذا أفضل وقت شعرت فيه بالقرب من عائلتي. الجملة دي صعب عليكم ما تكتبوهاش في الباراجراف. مش شرط نتقيد بالمكتوب. Then وبعد ذلك. I go out with friends. أنا أخرج مع أصدقائي. يبقى بقول هنا بعد ذلك أنا أخرج مع أصدقائي. Go out يعني يخرج. Friends يعني الأصدقاء. I also أنا أيضا. Spend some time. أقضي بعض الوقت. Watching movies في مشاهدة الأفلام. يبقى من ضمن الأنشطة اللي أنا بعملها في الإجازة الصيفية أن أنا بقضي بعض الوقت في مشاهدة الأفلام. Spend يعني يقضي. Some يعني بعض. Time يعني الوقت. Watching يعني مشاهدة. Movies الأفلام. I love holidays. أنا أحب الإجازات. So much كثيرا. يبقى في نهاية الباراجراف بتاعنا كتبنا I love holidays so much. أحب الإجازات كثيرا. يلا بينا نقرأ الباراجراف بتاعنا بسرعة ومن غير ترجمة عشان نحسن من مهارة الاستماع والقراءة لدينا في اللغة الإنجليزية. I love holidays and every year I wait to finish school to start my holiday. My family always travels to Alexandria on holidays. We live there in a small and nice apartment. The apartment was near the sea. It was really nice. During these holidays, I met a lot of people. In fact, I spent most of the time with them. They have become my friends. The last month of the holiday, we come back home. We spend this month at home. I join online classes to learn English. During the afternoons, I held my mom in the kitchen. This was the best time where I felt more close to my family. Then I go out with friends. I also spend some time watching movies. I love holidays so much. بس كده انتهى الباراجراف بتاعنا عن موضوع What you and your family do on holidays. ماذا تفعل أنت وعائلتك في الإجازات؟ والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.